أهلا بكم في زيوريخ، حيث تقيم اليوم لاعبة كرة القدم وقائدة المنتخب الفلسطيني النسائي سابقا وأول عربية تشغل منصب مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كرة القدم هلا هو أكثر من أنه لعبة، هي تحقيق ذات، هي حرية، منفس للحرية، هي نافذة للعالم آخر. من قال إن هاني ثلجية تؤمن بالأشياء العادية؟ وجودي كل يوم بغير النمط السائد عن المجتمع الفلسطيني، عن المجتمع العربي، عن المرأة بشكل عام، النساء العربيات الفلسطينيات. هل أنتم جاهزون للقاء بامرأة دؤوبة بشكل غير اعتيادي؟ لها الكلمة. الثلاثاء 10 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.